بتلمسان تتواصل تحضيرات النخبة الجزائرية لألعاب القوى في ظروف متميزة بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة. ليبقى الرهان الأول هو تحقيق نتائج جيدة في المنافسات القارية التي اقترب موعدها قبل التطلع لتحقيق الحد الأدنى للمنافسات العالمية. قررنا أن يكون عودة تدريجية للتدريبات وكذلك للمنافسات، وفي هذا الإطار يعني درنا تربص بالنسبة للمسافة الطويلة والنصف الطويلة والمشي بأعالي تيكجدة، والآن هذا التربص الثاني هنا بمدينة تلمسان. جدية كبيرة وإصرار على تدارك التأخر، وخاصة استغلال توفر كل الظروف الملائمة للعمل. إذا ثلاث لغة فرحوا بزاف بزاف بهذا التربص هذا، خاطرش كانوا مشتاقين اسطاد توحشوا اسطاد، ماشي غير حاجة واحدة أخرى ولا اسطاد ديجا بور سونتريني سي ديجا لاباس الله يبارك. وأنا صابا في تلمسان، لا هو بيان الآخر بيان كلش بيان سي بون. تربص تلمسان خطوة أولى من أجل العودة إلى التحضيرات الجدية قبل رفع الرتم فيما بعد وتشريف الجزائر في مختلف المنافسات.